ممكن تنسى أغلب الصفقة اللي بتتوقع تعملها في عناصر الحركة ده أنا مكتير في الكورة فأنت كان الكاس الوزير الوزير انا عندي محاضرة صار ربع ساعة بحاول اشبك، في مشكلة بين الجهاز وبين النت تاع الجامعة. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام دكتور. في مشكلة كانت بالكونكشن، ان شاء الله انفصل ثلاث مرات معي، على كل حال لعله خير. طيب شو الشاشة اللي ظاهرة عندكم؟ الايزومرز. خلاص ممتاز، معناه we are in business. احنا كنا واقفين في المحاضرة السابقة عند السكشن اللي انتم بتحبوه كثير، هذا السكشن. طبعا انا وديت المحاضرة السابقة تسجيل وتوقفت عند سكشن 2.5 اللي هو ثيرموداينامكس وباينري سيستمز، قلت هذا خلينا نتحدث عنه وانتو يعني اكتف زي ما بقولوا، فليس تسجيل باسيف. فنكمل هلا. شو يعني نتحدث عن ثيرموداينامكس بشكل عام؟ انت بتتحدث عن إيكوليبريم، تتحدث عن is the system going to be يعني feasible ولا not feasible، ممكن ولا غير ممكن، من from a thermodynamic point of view. مثلا هل هذا افرض انه عندي بوليمر وبدي اذوبه في solvent، هل يا ترى هذا solvent مزبط مع هذا البوليمر ولا لا؟ هلا بيجوا خلنا نجرب. ما هو ليش تجرب اذا كان بامكانك تعمل حسبة بسيطة وتكتشف انه بزبط ولا ما بزبط. كلمة بزبط وبزبطش جرب مش دائما بتكون ممكنة بتكاليف قليلة. قد يكون السولفنت بدك تروح تشتريه او البوليمر بدك تشتريه، عم بتحاول تختار سولفنت مناسب لسيرتين بوليمر، مش معقول تروح تشتري كل السولفنت وتقعد تجرب. فبالتالي بدك تدرسها من ناحية علمية. هون بيجي دور الثيرموداينامكس كواحد من الابليكيشنز للثيرموداينامكس على البوليمر سيستمز. فنقول polymers are often synthesized or used in solutions as mixtures with low molecular weight solvents. يا دوبني كنت عم بحكي انه بنذوب البوليمر بسولفنت بعدين نبدا نشكل او نعمل فيه شغلات. More recently a number of polymer blends. كلمة polymer blends معناها polymer mixed with another polymer with desirable properties have been commercialized. سابقا كان يكون عندنا polymer واحد، الآن صرنا نخلط بين البوليمرز ونطلع بماتيريال جديدة بصفات أخرى. The ability of a polymer to dissolve in a solvent or to mix with another polymer to form a single phase. يعني بالأخير لما نتحدث عن mixtures يعني polymer في solvent بدي بالأخير يكون one phase وليس two phases. بدي السكر في المي يعطيني single phase وليس two phases. Okay. It depends on what we call the free energy change of mixing. Delta G sub M اللي هي المكسينج free energy. Okay. هلا من معلوماتكم بالثيرموداينامكس متى بكون السيستم favorable بالنسبة للfree energy؟ يعني spontaneous ولا non spontaneous؟ ده تجي minus بالminus. minus. نعم لما تكون هي فاهمين الثيرمو تاعتكم. ممتاز. Okay. فإذا بدنا الدلتا جي تكون negative حتى يكون السيستم spontaneous. يعني لحاله بيشتغل. At a temperature T, thermodynamics allows us to express delta G of mixing. هاي المعادلة بجوز شفتوها زمان. بإمكانك تطبقها على الميكسينج وعلى other systems where delta H sub M هي الانثالبي of mixing. T هي temperature، تذكروا temperature has to be absolute، absolute temperature. delta S sub M اللي هو change of entropy upon mixing، وهاي اللي هي free energy. طيب
هلا في كان برضو نتحدث عن the change of volume upon mixing. يعني بالنسبة للبوليمر سيستمز يعني مرات هاي بتكون سمول مرات لا. اوكي فلما تكون لا بتكون يعني بدك تدخلها في الحساب في الحسابات تاعتنا. بس هاي كملاحظة صغيرة. هلا for a polymer to dissolve in a solvent or another polymer it is necessary to have the free energy or the change in free energy of mixing sub m يعني mixing to be less than zero. طيب what happens if delta g is greater than zero? Okay, then the mixing of a polymer with a solvent or another polymer will result in two phases. يعني انت بتخلط بس توقف الخلط ولا هم two phases فاصلين زي المي والزيت مثلا. Each containing predominantly one of the two components. هلا في الشابتر اللي بعد هذا chapter 3 discusses phase separation in polymer solutions and blends. فمن أجل الحديث عن موضوع phase separation that chapter 3. In this chapter we describe a simple thermodynamic analysis that helps to understand the basis of these phase separations in polymers. طيب نتحدث عن الانتروبي بعض المراجعات. هذا انا بديش احكي عنه كثير بس عشان اوسع الافاق عندكم. في معادله بيسموها بولتزمان ريليشنشيب ستيتس ذات ذا انتروبي اوف ا سيستم از بروبورشنال تو ذا لوغاريثم اوف ذا نمبر اوف ديفرنت ويز the components of that system can be rearranged without changing the state of the system. يعني ما اظنش انكم فهمتوا كثير من هالجمله هاي. هذه is related to subject بسموه statistical thermodynamics اللي هي مش حنخوض فيها. واللي بيحب يعني كثير غلبي بامكانه يقرا appendix اللي في اخر chapter 2 to know what this means. لها علاقه بال probabilities وال statistical possibilities for combining atoms and molecules together. When the two components are small molecules and comparable in size and نفس size, they can fit interchangeably in space, visualized as a lattice arrangement. هذا بس عم بشرح الكلام اللي في الأبندكس هناك. لما يكون عندي أنا polymer و solvent أو solvent to solvent. لما يكون solvent to solvent, molecules بيكونوا تقريبا نفس المقاس او قريبين من بعض مش هالفروقات الكبيره بيناتهم. compared طبعا to لما يكون عندي solvent versus a polymer المقاس حيكون مختلف كثير. البوليمر حيكون حجم الموليكول تاع البوليمر حجمه كبير بينما الموليكول تاع السولفنت حجمه صغير. هلا the relationship usually derived in elementary physical chemistry texts يعني يفترض تكون خدتوها في thermodynamics هاي reduces in the ideal case. ideal case يعني the heat of mixing the enthalpy of mixing is zero والvolume change due to mixing is zero. بيطلع لنا المعادلة هاي. هلا شوي بدنا نكون بس نفهم الرموز لأن الرموز في بعض الأحيان الكتاب تاعنا بيستخدم نفس الرمز بمعنيين مختلفات. R اللي هو الغاز كونستانت معروف وعندنا ال N وال X. اوكي ال N هي number of moles. اوكي وال X هي المول فراكشنز. اوكي والآن 1 و 2 1 اللي هو كومبوننت 1 و 2 اللي هو كومبوننت 2. هلا بدنا نعرف مين 1 ومين 2 بالنسبة لنا، مين البوليمر ومين السولفنت. هلا في المعادلة هاي بيفرقش. هلا حيمر علينا معادلات بعد شوي صغيرة بصير يفرق مين 1 ومين 2. إذا لم يذكر شيء سبيسيفيك فبكون 1 هي للسولفنت و 2 بتكون للبوليمر. طب وإذا كانوا 2 سولفنتس بكون السولفنت الأصلي والسولفنت الفرعي، السولفنت اللي هو كميته كبيرة والسولفنت اللي كميته صغيرة. 1 هي للي كميته كبيرة وتولى اللي هو كميته أصغر. طيب خلينا في السولفنت بوليمر سيستمز. هذا علق. طيب لا إله إلا الله. طيب بعدكم معي ولا فصل؟ معك دكتور. معك دكتور. طيب ممتاز. خلينا بس نطول الفصل اللي شو بيسموه الباوربوينت. انتوا شايفين الشاشة تاعتي كامل مظبوط؟ شايفينها. ان شاء الله ما يكونش فيه فضايح بس.
يا رب. طيب هلا بدنا نرجع نفوت وين كنا. طيب كنا في الثيرموداينامكس نكمل فيها. طيب هاي العلاقة علاقة بين الانتروبي اوف ميكسينج تشينج اوف انتروبي ديو تو ميكسينج بين عدد المولات والمول فراكشن. طبعا اكس لانها مول فراكشن وين حيكون مول فراكشن فحيكون اللوج تاعها ايش؟ نيجاتيف. واللوج تاع هاي نيجاتيف ففي عندي هون نيجاتيف في الامام الها ديرايفيشن. انا مش معني بالديرايفيشن بقدر ما انا معني بالابلكيشن اوف ذيس اوف ذيس سيستمز ذيس ايكويشنز. طيب when a polymer replaces component 2 in the same lattice لما كان عندي solvent الآن دخلت البوليمر عليه account must be taken of the fact that the volume occupied by the polymer is very much greater than that of a lattice site taken to be equal to that of a solvent. يعني معنى آخر لما يكون solvent و solvent بنفس الحجوم لما يجي مكان واحد من السولفنت أحط البوليمر البوليمر حيأخذ مش مكان solvent مكان موليكول واحد من السولفنت 2 حيأخذ مساحة أو فوليوم أكبر بكثير جدا. It will replace several molecules, many many molecules of the second solvent compared لما كان عندي two solvents. Now in the simplest approach developed by Fleury. Fleury هذا اسم عالم حيتكرر اسمه كثير علينا في هذا المساق. هو واحد ثاني Fleury Huggins. واحد ثاني اسمه Huggins. Now according to Fleury, number of lattice sites occupied by the polymer is increased in proportion to the volume fraction of the polymer. هو عم بيعمل derivation. Okay. وبالتالي هاي نفس المعادلة السابقة. بس شو الفرق بين هاي المعادلة والمعادلة اللي هو اللي هون؟ عفوا. خليني بعدين معنا. اوكي. شوفوا المعادلة هاي لازم أطلع عشان أعمل cut to paste. اوكي. هاي المعادلة هون. اوكي. والمعادلة الثانية اللي هون. اوكي. خليني أجيب هاي لأنه صعب تشوفوهم فوق يعني على صفحتين مختلفات. لو إنه إحنا في الصف الآن نكتب على اللوح ساعتها بأشر بإيدي هون بأشر بإيدي هون. اوكي خلينا ننزلها شوي كشكل معادلي. شو الفرق بين هذا وبين هاي؟ هاي دلتا اس اوف ميكسينج هاي الار هاي ان 1 هون لوج اوف فوكان اكس 1 هون ميو 1 فاذا الفرق بدل اكس حطينا ميو. فشو الفرق بين هذول التنتين؟ الاكس هي المول فراكشن والميو هي الفوليوم فراكشن. Okay. Mu is the volume fraction of each component. برضو the volume fraction حيكون كونه fraction يعني جزء من الواحد وبالتالي اللوج تاعه حيظل negative. Now note for the assumptions made in the derivation of the above equation see appendix. Appendix for the assumptions. في شوية assumptions Fleury عملهم تيوصل لبعض المعادلات اللي حتى يعرض علينا بعد شوي واللي مر علينا سوبر بالذات السابقة. Now equation 2.3 اللي هي the previous one هاي المعادلة okay. اللي هي بتربط عدد المولات بالمول فراكشن بالفوليوم فراكشن بالانتروبي of mixing. Now the same equation can be used if the component 1 and 2 are both polymers or في هذه الحالة بنسميها polymer blend or can be component 1 is a solvent to component 2
is the polymer. We still can use the same equation. The equation can be written in terms of change in entropy per unit volume. يعني هذيك كانت delta S sub m entropy of mixing اقسمها على الفوليوم بصير entropy change per unit volume. الآن الأصل نقسم هذا كله okay, على V. بس ال V بإمكاننا نقول إنها عبارة عن مجموع V1 و V2 are the volumes per moles of component 1 and 2 respectively. فحطينا هون V1 وهون V2. هلا لاحظوا إنه delta S sub M is always positive. ليش always positive؟ لأنه هذا refraction log تاعه حيكون negative. Okay. وهذا حيكون negative. Negative زائد negative حيكون negative. وعندي negative هون برا. فإذا الترم هذا كامل حيكون positive. فإذا delta S sub M is always positive because the volume fractions are less than unity. فاللوب بتاعتها حيكون negative. In a polymer blend, both V1 and V2 are much larger than the value of the molar volume. V1 and V2 هي المولار فوليوم. تعرف شو يعني المولار فوليوم؟ مولار فوليوم يعني الفوليوم per mole of the component. طيب V1 and V2 أكبر من اللي هي حجم المول. إذا بتقارن السولفنت وبتقارن البوليمر ال V1 مولر فوليوم للسولفنت يعني كم حجم المول الواحد مقارنة بكم حجم المول الواحد من البوليمر حيكون تاع البوليمر is large. هلا إذا كان عندي بوليمر بليند حيكون both V1 and V2 are larger than the molecules of the solvent. بس أنا لما أقول V1 و V2 are both polymers مش هيكون في عندي solvent. إذا كان في solvent هيكون ثلاثة components وليس 2. وإحنا حالياً عم نتعامل مع 2 components. Therefore, delta S of mixing for a polymer or a polymer blend is much smaller than that for a polymer solvent mixture. ليش smaller؟ نرجع للمعادلة هاي. لما يكون V1 كبير و V2 كبير هذا الحكي كله شو بده يكون؟ لما يكون هذا large معناه هذا كله small. لما يكون هذا large معناه هذا كله small. معناه هذا كله حيكون small. طب هلا compare هاي لما يكون polymer blend. لما يكون polymer solvent mixture حيكون مثلا V1 less solvent صغير فبالتالي هذا مش كبير. عفوا هذا لما يكون صغير حيكون هذا أكبر مقارنة بالترم الثاني لأنه هاي المولر فوليوم للبوليمر مولر فوليوم للبوليمر حيكون رقم كبير بالتالي هذا كله صغير. خلينا ننظف هذا للبوليمر حيكون رقم صغير هذا للسولفنت حيكون رقم كبير وانت عم تجمعهم فبالتالي والنيجاتيف بيحول النيجاتيف لبوزيتيف وبالتالي لما يكون عندي بوليمر سولفنت سيستم هذا حيكون اكبر من لما يكون بوليمر سيستم. شو بنفهم انه دلتا اس كبير ودلتا اس صغيرة؟ غششكم طلعوا على معادلة 2.1 المعادلة اللي تحت هون هاي بوزيتيف ممكن تكون كبير إذا كان عندي بوليمر سولفنت ممكن يكون صغير إذا كان بوليمر أنا بحب دلتا جي إذا بدي يكون عندي السيستم spontaneous يعني دلتا جي less than zero بهمني هذا كبير يكون كبير أسهل نعمل mixing بين polymer وسولفنت أيوة فبالتالي the probability إنه يزبط معي polymer solvent أعلى بكثير من لما يكون عندي polymer blend okay therefore the blending of two polymers into a one phase blend depends strongly on the value of the heat of mixing, enthalpy of mixing, because the entropy is small. Okay,
هذه is small وبالتالي هذه يهمني إنها تكون يعني smaller عشان هاي تصير بالنيجاتيف. طيب نيجي على الانثالبي of mixing in the simple thermodynamic model of Lowry. Lowry برضو اسم العالم اللي عمل الديفلوبمنت للمعادلات السابقة واللاحقة. The heat of mixing for polymer solutions اللي بدنا نعرفها بدلتا H sub M is calculated using Hildebrand's regular solution theory that gives insert أسماء هاي يعني حفظتها ما حفظتهاش مش مشكلة بس بدك تعرف المعادلات واستخداماتها. والآن ظهر عندي الـ heat of mixing دلتا H sub M على V اللي هي الـ heat of mixing أو الـ per unit volume. Okay. Per unit volume. وميو 1 وميو 2 هو الـ volume fractions لـ component 1 اللي هو solvent و component 2 اللي هو البوليمر. ظهر عندي هذول الترمين. Okay. دلتا 1 ودلتا 2. هذولا مهمات جدا في موضوع solubility of سواء كانت للسولفنتس او للبوليمرز بس هم بيظهروا اكثر في موضوع السولفنتس لانه التعريف تاعهم هم solubility parameters. اوكي كل ما كان solubility parameter انسى المعادله هاي ممكن بس بشكل عام كل ما كان solubility parameter رقم كبير كل ما كان السولفنت افضل. هلا بالسيستم تاعنا اوكي هون عشان يكون دلتا جي اوف ميكسينج الفري انرجي اوف ميكسينج نيجاتيف اوكي عشان دلتا جي تكون اوبس نيجاتيف شو بيهمني لا اله الا الله ليش بدنا قلم عشان ما نضلناش نلعب اللعب هذا ركزوا على المعادله انا بدي هاي تكون نيجاتيف هلا الـ heat of mixing عادة بتكون positive فعشان الترم هذا كله يصير negative بهمنا انه الترم الثاني which is positive يكون اكبر من الـ heat of mixing بمعنى اخر يا اما بدي اكبر الدلتا S of mixing او بدي اصغر الـ heat of mixing الانثالبي اوف ميكسينج وضحت الان احنا الان عم نتحدث بالصفحه اللاحقه على الهيت اوف ميكسينج تذكر هون شو قلنا بدي اعمل الانتروبي اوف ميكسينج تكون رقم كبير او الانثالبي اوف ميكسينج تكون رقم صغير الان متى بتكون حسب المعادله اللي امامنا هون اللي هي رقمها 2.5 اوكي متى بتكون الانثالبي اوف ميكسينج رقم صغير او اصغر 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 فاليو لها شو ممكن تكون لما تتساوي الالكترونيجاتيفيتي لا لما تتساوي السوليبيليتيز سوليبيليتي بارامترز هي قدامكم لما تساوي واحد لا لما السوليبيليتي بارامترز لما يساوي بعض والفرق يكون صفر بكون صفر فالهيت اوف ميكسينج شو بتصير صفر زيرو فبالتالي from a thermodynamic point of view solubility parameters وهذول على فكرة لهم جداول يعني احنا مش عم نتحدث عن يعني كلام بالهواء كيف الدنسيتي والفيسكوسيتي في شيء اسمه solubility parameter of component 1 وفي يعني للcomponents بغض النظر هو رقم 1 ولا هو رقم 2 يعني مثلا هات شوف والله الجدول قريب هاي مثلا جدول من الكتاب تاعنا اوكي كاركترستيك بارامترز فور سم سولفنتس ات 25 ديجري سي واحنا ليش حاط درجه حراره لان احنا نعرف ان السوليبيليتي بتعتمد على درجه الحراره الان احنا اللي بهمنا من هذا الجدول بناء على المعادله السابقه اللي هو بنسميها التوتال سوليبيليتي هاي دلتا تي هاي دلتا سب تي مش واضح هون هون اوضح بالجدول الاكمالي لانه جزئين جاي على صفحتين فهي هذول بنتحدث عنهم بعدين بس مبدئيا احنا بنتحدث عن السوليبيليتي بارامتر هذا التوتال سوليبيليتي بارامتر which depends on these three solubility parameters اوكي هذول الثلاثه بيعطوني الفاليو بتاعت التوتال
لان لاحظوا هون عندي مجموعه من السولفنتس بالصفحه هاي، مثلا الميثانول بتعرفوه، اوكي شو كمان بتعرفوا هون سولفنتس، التولوين بتعرفوا اللي هو التنر اللي بيستخدموه مع الدهانات، الووتر كلكم بتعرفوا، اوكي ووتر از سولفنت، حتى لاحظوا السوليبيليتي بارامتر تاعه عالي، اوكي فالعالي واطي انا مش مشكله عندي، انا مشكلتي انه يكونوا بعاد عن بعض، اذا كانوا بعاد عن بعض الهيت اوف ميكسينج بتصير رقم مرتفع، لما يكونوا بعاد عن بعض الفرق بيكون كبير، ولما بتربع عشان يصير بوزيتيف، لانه يعني بيهمنيش مين واحد واثنين، يعني افرضوا انه اثنين سوليبيليتي بارامتر اكبر من السوليبيليتي بارامتر اوف كومبوننت 1 حيطلع الفرق بينهم نيجاتيف، بس لانك عم بتربع الفرق دائما حيكون بوزيتيف التربيع تاعه، فبالتالي this is always going to be a positive value بغض النظر مين 1 ومين 2. وبالتالي انا انسب شيء للميكسينج ان يكونوا الفرق بين السوليبيليتي بارامترز بين التو كومبوننتس از فيري سمول، طبعا ايديا افضل شيء يكون صفر، بس اذا الصفر غير ممكن بصير يكونوا فيري سمول الفرق، وبالتالي بنضمن ساعتها انه الهيت اوف ميكسينج او المولر هيت اوف ميكسينج او الهيت اوف ميكسينج مش مولر عارفه هيت ميكسينج بير 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 يونت فوليوم is going to be minimum، وبالتالي بصير الدلتا جي اقرب انها تكون نيجاتيف، وبالتالي بيكون عندنا spontaneous solubilization. طيب in the older literature شو اليونت تاعت الدلتا؟ اوكي هاي الدلتا لها يونت غريب على فكره، الدلتا اللي solubility parameter اليونت تاعته لحظه هم عندنا مجموعه منهم حاطينهم كالوري لكل سنتيمتر مكعب كله أس نص، أو جول لكل سنتيمتر مكعب كله أس نص، أو ميجا باسكال أس نص، أوكي وبيسموها هاي اليونت، هاي اليونت بيسموها هيلد براند. شو الهيلد براند؟ الهيلد براند اللي هي اليونت هاي، فمثلاً one Hildebrand يعني واحد Hildebrand يساوي 2.45 ميجا باسكال أس نص، الأس نص تابع لليونت مش للرقم، كيف لما أقول سنتيمتر مربع هاي بس مش بدل تربيع هاي أس نص جذر التربيع ذا. هلا several the solubility parameters are found in this table وشفناه قبل شوي صغيري، اوكي اوكي شو في عندنا اشياء ثانيه في الجدول هذا، في عندنا الاتش بوندينج اندكس بمر علينا فيما بعد، عندنا هون الفورمولا ويت اللي هو الموليكولار ويت والدنسيتي يعني هذول ستاندرد، الشيء الجديد في هذا الجدول هم السوليبيليتي بارامترز سواء كان التوتال او اللي هو ديو تو البولاريتي والهيدروجين بوندينج و الديستانس. طيب فور بوليمر سوليوشنز As for simple solutions, the heat of mixing is the energy change involved in forming one contact between solvent and solute units at the expense of breaking a solvent-solvent contact and a solute-solute contact times the number of solvent-solute contacts in the mixture. طيب هذا فيه هون شوية derivation بديش أخوض فيه بدي أوصل بس لأنه مرات بيكون فيه definitions لبعض الparameters مهم نعرفهم. Okay. اوكي هون اعطاني الهيت اوف ميكسينج بدلاله شويه بارامترز اللي هي دلتا اتش سب سي اللي شفناها هون، اوكي في شويه نظريات وراها، انا بدي اوصل للمعادلات اللي بتلزمنا في التعامل مع البوليمر سولفنت سيستمز. اوكي طيب خلينا نعدي عنها. اوكي when this equation is written as تاتاتا المعادلة هاي derivation للمعادلة السابقة اللي هي heat of mixing بدلالة دلتا H C هاي مش combustion وليس عادة دلتا H sub C يعني combustion، بس هون في هاي الحالة لا هي مش combustion هي breaking and making of bonds لها علاقة ب solvent solvent bond و solvent polymer bond.
والزي هذا مش الكومبريسيبيليتي فاكتور اوكي او it is number of effective contacts per segment. Z is dimensionless. مش اللي في ذهننا Z تاعت الكومبريسيبيليتي. لا ذيك الغازات. هون إنه موضوع مختلف. طيب تظهر عندي المعادلة التالية اللي أنا ما بتهمني كثير الآن. اللي بيهمني المعادلة اللي بعديها. آخر واحدة تحتهم. أوكي. الآن هذا البارامتر هذه مكتوبة زي X بس هذا حرف إغريقي يوناني بعرفش كيف بالفضو خلينا نسميها Greek X sub H أوكي Greek X sub H اللي هي ال أوكي بدك ترجع تحط المعادلتين فوق بعض تعرف شو هي أنا قلت لكم الآن ما بتهمني هاي بيهمني شيء آخر جينا لقدام شوية صغيرة. طيب السيستم حيقطعني قريبا فخلينا نوقف ونشبك من جديد. أوكي. I will give you two minutes to reconnect.